السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا والعود أحمد، أجمجموني قبل أن تفقدوني. مشاهدينا الكرام، في كوكتيل مع إلياس عندنا اليوم 7 ديال الفقرات، ولهذا غادي ندوزو على السريع وغادي نبداو بمجلة السفر البريطانية تايم أوت اللي صنفت مدينة مراكش في المرتبة 13 في تصنيف أفضل 20 مدينة ثقافية في العالم. ووضعت مجلة السفر البريطانية تايم أوت هذا التصنيف هذا بعد إجراء الخبراء ديالها مقابلة مع أكثر من 21 ألف شخص، وطلبوا منهم يديروا تقييم للمشهد الثقافي في المدينة، فكانت النتيجة رقم 13 عالميا. والسمع يلي ما عنده باجاج، سمع يا الحاقد يا الحاسد، احنا داخلين اليوم كاع هادشي هذا ديال ما يسمى بالجزائر، غندخلوا دقه دقه عاد نمشيو للفقرات الاخرين. على كل حال غادي نبداو بالسيطره المطلقه لكره القدم المغربيه سيدات على جوائز الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم 2023. كيف ما كتشوفوا احسن لاعب واحسن حارس واحسن مدرب واحسن فريق واحسن منتخب واحسن يعني في الاخلاق وهكا يعني الديسيبلين، كل شيء مجموعين كلهم داهم المنتخب المغربي، وهذا ما عمرها وقعت في التاريخ ابدا، ما عمرها وقعت لاول مره. يعني منتخب غادي يدي كل شيء، غيحصد احسن هادي واحسن هادي واحسن هادي، الفريق واحد، المنتخب واحد، وهو المنتخب الوطني المغربي للنساء. إذا تحياتي للسيدات اللاعبات، تبارك الله عليهم وكل المشرفين، وهذا الشيء هذا خلى الناس كيفرحوا لنا وكيباركوا لنا من كل الجنسيات، الدول العربية والإفريقية، إلا الشعب الجزائري اللي ممنوع يفرح وممنوع يحزن. كأس العالم مثلا ديال قطر 2022 خرجت كل شعوب العالم كتحتفل بتأهل المنتخب الوطني المغربي ملي وصل نصف النهائي ديال كأس العالم المربع الذهبي، إلا الجزائريين. طوفان الأقصى كذلك، كل شيء خرجوا كذا وكيتضامنوا مع خوتنا، ماشي مع منظمة خماج، لا، الواقع هو مع خوتنا وما يجري وما يحصل هناك. أما أنا لازلت وسأبقى طول حياتي كنجعل كل ما حصل في الرقاب ديال منظمة خماج، لأنهم هما اللي تسبوا بالعملية 7 أكتوبر فيما تسببوا فيه ظلما وعدوانا وزورا. كانت عملية كيف ما قلت 100%، يعني عملية إر. ولهذا اسمعوا معايا مزيان الله يخليكم، ولهذا كاع كل شيء في الرقاب ديالهم، هاد الوجوه هادو بحال هذا، شوف السنوار ها وجه جهنم، ولا هاد هنيه ولا هاد مشعل، اشعل الله النار تحت اقدامي اللي كيوجه الهضره للمغاربه، ولا ابو خبيزه ولا ابو زبيده اللي ولا كيحرض عاود في الاردنيين باش على الملكيه ديالهم. هاد الجنس النجس هذا هو اللي ما عمر شي واحد بعقله يتبع هاد مساخط الوالدين. وباش كملوها وجملوها، وانا راجع للموضوع مشاهدينا الكرام، باش جملوها وكملوها، كانوا طارقين لسانهم على ابعد ما اطول لسان في العالم، ومن اللي وقع ما وقع الناس خرجوا كيتضامنوا اوكي مزيان، ولكن علاش ما خرجوش الجزائريين؟ الا هما ما خرجوش، محرومين من الفرحه ومن الحزن، محرومين من التضامن، وظالمه او مظلومه، كانوا كيقول لك حنا بحال اللي كنمجدوا الصوت، راه المقطع راه كاين. القضيه الفلسطينيه نتبعها انا شخصيا. قال لهم انا متبع القضيه الفلسطينيه شخصيا. اخبار الغابر الظاهر السيد دابا شوف في المخبي وقيله ورا شي بيرو ولا شوف، مصيبه كحله. وما يحصل مشاهدينا الكرام فقط في الجزائر، ما كيوقع في حتى شي بلاصه اخرى. لازم خصك تنوض مع الفجر وتشد الطابور من اجل باش تشري واحد الليترو ديال الحليب، وهذا اخر شيء توصلنا به. حنا راه عندنا ازمه تاع الحليب هنا في عين الملك، في مدينه عين الملك، راه كل يوم الناس المعاناه كيما كل يوم يجوا الصباح على الفجر يديروا لاشين على الحليب. هذا المشكل تاع الحليب هذا راه مشكل عويص بزاف، وراه ماده اساسيه. حنا ماذا بينا يشوفوا فينا، حنا كل يوم دايرين لاشين على الحليب هذا بزاف. اللهم لا شماته، ولكن هما يستاهلوا. علاش يستاهلوا؟ لانهم رضوا بهذا الشيء هذا، رضوا بيحكموهم هاد الخنوزات هادو، ولهذا كيفما تكونوا يولى عليكم. هذا الشيء في دوله الغازو والبترول، تشوف معايا اطول طابور. حنا كنجتهدوا في الانجازات يعني في الرياضيه الاقتصاديه، كنحاولوا كنديروا جهدنا، واخا عندنا بعض الفساده اللي هما خارجين على البلاد، مع ذلك حنا كنطابروا، كاينين الناس اللي خدامين وكيموتوا على البلاد وبغاو يشوفوها غاديه الافضل. هذا الشيء هذا في دوله الغازو والبترول. وعندي انا سؤال برك، واش هاد الناس هادو اللي جالسين على الحليب 6-7 ديال السوايع ما يشوفوش بالله؟ راه الا كانوا تفطموا من صغرهم صافي قطعوا مع الحليب، قطع مقطوع،
من صغرهم، علاش تن دابا عاد غادي تبقاو هكا تنوضوا وتضيعوا الوقت ديالكم وتوقفوا كتسناو باش تاخذوا الحليب؟ والله العظيم اخوتي هذا الشيء صحيح. والجزائري جدو جالس في التيك توك، هاد ولاد ام حسن وكيجادلوا كيجادلوا في التخربيق ويقول لك حنا وعمي تبون وعمي كذا والجزائر الجديده، ويرددوا الكلام ديال مجيد الصوطة، يرددوا السلوكيات ديالو ويقول لك حنا الديمقراطيه انطلقت من عندنا برك من الجزائر. شوفوا معايا الطابور هذا عاود مشاهدينا الكرام، بسبب الازمه ديال الطحين الدقيق السميد في الجزائر ما كاينش. والله العظيم هاد الشيء هذا راه غادي تما يوميا وحاضين، علاش حنا كنجبدوهم؟ كاين اللي غادي يقول يا انت سوقك خليهم يعني بني كلبون، لا اصلا مفصل لهم مرضاو فهمتي باش يحكموهم هادوك خلاص، كيفما تكونوا يولى عليكم وما الله بظلام للعبيد. وخلي انا كنقول لا، لو يعني ما كانوش هما العدو الاول ديالنا يعني في اطار الوحده الترابيه، وكيقلقوني كذلك الطابور الخامس الخونه ديال الداخل اللي مازال كيلمعوا ليهم وجههم وكيقول لك خاوه خاوه الله يخوي ليهم العظام، ما كنتش غادي نهضر عليهم انا، كنت صافي غادي ما نتفكرهم كاع. السؤال اللي كيطرح راسو، واش فعلا الجزائر بلاد الغاز والبترول؟ واش فعلا كيصدروا البترول للدول الاوروبيه؟ اه فعلا اوكي هادشي فري، الفلوس فين كتمشي؟ طرحوا على راسكم هاد السؤال. شكون اللي كيدير لك الثروات ديال الملايير في النهار اللي كيتباع بها الغاز؟ طرحوا على راسكم هاد السؤال. هنا غتخرجوا باستنتاج وغتقولوا واو، وغتفكروا الكلام ديال السيد هذاك اللي وقف على ذاك الوزير ذاك الشيخ او الحاكم الجزائري اللي قال ليه سبب هلاك الجزائر هي الصحراء الغربيه بمعنى البوليزاريو الصنادليه صاحلي كتندوف وما سبب هلاككم. دابا تجي تهضر يقول لك اه حنا عندنا مشاكل عندنا اكراهات، باش كيدوخوكم كونهم يعني كيستعدوا لشي حرب. هذه دابا 30 ولا 40 عام هما كيشريو من روسيا ويعمروا ديك الخرده، ها وانتم تموتوا بالجوع ماشي عار. نمشيو دابا للاعلام الجزائري اللي هو شريك مع الكبرانات في هادشي هذا كامل اللي كنهضروا عليه. قراو معايا كاملين تتويجا لاجتماع اللجنه المشتركه للتاريخ والذاكره مع الفرنسيين، استرجاع مليوني وثيقه جزائريه وممتلكات منهوبه. واو رديتهم؟ لا قريبا. والضحكات الشريره قريبا، بحال اللي كان كيقول لهم مجيد الصوت قبل الانتخابات ومن بعد الانتخابات، قريبا قريبا وما كاين والو، المهم هانتوما تماك هكذا ما بين فلاجه اللفت وما بين الطوابير مع كامل الاسف. واش استرجعتوا الجماجم ديال جدودكم؟ هذا هو السؤال اللي خصكم تطرحوه على الكبرانات، خصكم تقولوا لهم هكا بكل صراحه وفصاحه. ياك في جميع القنوات كتطلعوا وكتقولوا مليون ونص كذا و12 مليون ونص هذه و6 مليون ونص وجالسين كتطلقوا في الملايين غير هكاك، وكتقولوا بالله راه الشهادة بضم الشهادة ودايرين ليها وزارة المجاهدين والشهادة، ها؟ إيوا الجماجم ديال جدودكم اللي كيدخلوا يتفرجوا فيهم النصارى بسبعة أورو 8 أورو كذا، ما تجيبوهمش، هادو الاسترجاع ديالهم قريبا برك ما كاش، ها؟ آخر ما كاين عند بصبع المبردع مشاهدينا الكرام هو هذا المحلل الجزائري اللي غادي نوريه لكم دابا. أنا هذا هو السلطان اللي خرج ليا العقل، حتى كنقول وأنا كل ما هذه بوحدي. حتى كنقول انا صافي راه وصلوا السطاج ديال الوحش، حتى كيجي شي واحد اخر عاود. والله الا الدقيق جات من القلب. هذا المسخوط هذا المحلل السياسي الجيو استراتيجي. راه قال لينا شي معلومه تاريخيه انا بعدا والله ما عمرها كانت في راسي. تصور دابا المغرب خان الجزائر هذه عندهم اوكي من المسلمات، ولكن امتى هذه؟ واش 30 عام 40 عام 60 عام؟ واش 71 عام فاش كنا كندافعوا عليكم في الامم المتحده باش تستقلوا زعما؟ واش امتى حنا خناكم؟ هنا في القناه الفضائيه كيقول المحلل الجزائري الدكتور المحترم انه المغرب خان الجزائر قبل التاريخ. او كيفاش قبل التاريخ؟ في شي كوكب اخر لا في هذا الكوكب هذا. اش قال؟ قال لي قبل ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام ب 104 ديال السنوات، بمعنى سنة 104 قبل الميلاد، ماشي 105 وماشي 110 وماشي سنة 100، لا ضابط التاريخ مضبوط، الراجل ضابط شغله. سمعوا معايا المقطع، سمع المغربي بوخوش ملك مغربي عندما كانت المغرب قبل التاريخ قبل بداية التاريخ ب 104 سنة ميلادي، 104 قبل الميلاد كانت تسمى هذه المغرب تسمى موريتانيا العليا، موريتانيا العليا كان أميرهم يسمى الأمير بوخوش الملك،
الملك يسمى الملك بوخوس. هذا الملك هو الذي خان الجزائريين وسلم ملك الجزائر يوغرتا إلى الرومان حتى أعدمه. من ذلك التاريخ يعني قبل التاريخ، ليس من ذلك التاريخ، قبل التاريخ، خيانة المغرب للجزائر حتى قبل التاريخ، قبل بداية نزول سيدنا المسيح وبداية العدل. الآن القرن 21 ب104 سنة بدأت خيانة. نحن جيرانهم، نحن أشقائهم، نحن الأخ والأخ، لا تجد المصطلحات، يخوننا نحن في المغرب ونحن يخون المسلمين. المصيبة الكحلاء اللي ما فراسكمش المغاربة هو الواحد الملك ديالكم راه كان مشى وهز شي ملك ديالهم، هذا ملك ديالنا احنا ديال المغرب. انا بعدا ما عرفتوش صراحه الملك، سميتو الملك بوخوس، الملك بوخوس، وكاين شي ملك بوجعده، وكاين المهم الملك بوخوس هو اللي كان خطف الملك بوغرطة، يوغرطة، الملك يوغرطة، هذا الملك ديالهم كان هزو قالك في شكارة مقطعة وكان عطاه ما نعرف لمن فرعون ولا شي حاجة. وحنا كنقولوا كاع هاد المشاكل عندنا مع الجزائريين منين جات؟ هو ساعة هو الملك، الملك بوخوس، الملك بوخوس هو اللي درنا هاد المشاكل. لطيفة لطيفة، هذه تقريبا شحال هذه؟ قبل الميلاد يعني هذه 2000 تقريبا، هذه 2130 ولا 140 سنة باش الملك بوخوس دار نادر روينا هز ليهم يوغرطة. الله العظيم اذا شاش بان ليكم الخوت في هذا الكلام ديال اليوم. واش هاد المخلوقات يعني كيبان ليكم يعني بشر يعني اسوياء؟ واش كيبان ليكم هاد الناس عاديين؟ واش حنا زعما نفرضوا ما كايناش مشاكل سياسيه؟ واش يشرفنا نتجاوروا مع هادو؟ واش يشرفنا نتناسبوا معاهم؟ واش يشرفنا نقعدوا معاهم؟ الا واحد الفئه قليله انا استثنيها، ولكن الاغلبيه كيبان ليا كلشي حماق، وابتداء من الفوق من مجيدو السلطه، وشو الاخر السرويله والبول نازل، هذا عرفته الوطواط ونازل وكانو كيدير راسو راه نيت رئيس اركان الحرب، كيمشي هكا من نيتو يعني. مزيان راه مصيبة كحلا هادي، مصيبة هادي. يشرفوننا كي قال الحسن الثاني باش يعرف العالم عامل حشرنا الله في الجوار. ودابا غادي تشوفوا معايا مشاهدينا الكرام آخر ما كاين في الخرطي ديال الجزائر، آخر ما كاين. بشرى الضو ربما كاملين كتعرفوها، هي هادي الصحفية لها كل الاحترام والتقدير، ولكن المشكل هي أنها كانت مبدلة علينا سميتها، كانت كاذبة في السمية، والسمية ديالها الحقيقية هي غزلان. والقجاع قال لك توسط ليها مع هذا الرئيس ديال الوداد الناصيري، وجوجوها احمد احمد، ودابا راه مجوجه باحمد احمد. وهذا الشيء ماشي انا اللي كنقولوا، هذا الشيء كتقولوا الصحافه المقتدره، الصحافه التي تستحق الدفن يماهم على وجههم كلهم الجزائريين، كما كتشوفوا في العنوان. ها هي بشرى الضو، والسميه ديالها هي غزلان، ومجوج بها احمد احمد، والقضيه فيها في بزاف ديال التخربيق فيها، يعني مشكله طويله. تجي دابا عند بشرى الضو تسولها تقول لها واش سميتك غزلان واش جوجتي باحمد احمد، غتقول لك بالعمى خويي، بالعمى خويي، شكون اللي قالها؟ راه قالوها خوا خوا، تقول لك الله يخوي لهم العظم، الله يخلي والديهم ديما في الجوع والنوع، والله يخليهم ديما كيحكموا عليهم غير هذوك اللي كيعطيهم ايش داره الودن، ما كيحشموش بالتصويره ديال السيده، وما عارفين حتى سميتها، سميتها ما عارفينهاش. ويصنع لك قصة، سمعوا سمعوا معايا الله يجازيكم بخير، مقطع بعجالة قبل ما نمشي للفقرة الأخرى، هادشي راه كيتخشعوا بالموسيقى يعني المؤثرة، اسمع معايا. أحمد أحمد متزوج من مغربية، قدمها له لقجة تدعى غزلان، مقابل أموال ومزايا وتوسيع نفوذ المغرب في الكون. دابا غزلان ولا هي بزنازة داخلة يعني في المخدرات والزطلة، هي ما فراسها ما يتعاود، ولكن راه داخلة في الجزائر. خرج واحد البلاغ مشاهدينا الكرام ديال تجار المخدرات ديال المغرب على اثر هذه الاخبار، واكدوا هادو دابا الجمعيه ديال التجار ديال يعني ديال البزنازه، هذا البلاغ هذا هو اللي كيتواجد يعني بين يدي، كيقول لك سيدي انهم يؤكدون على ان المنتوجات ديالهم كلها اللي تم الحجز ديالها كل يوم الاربعاء من طرف السلطه او العسكر او البوليس الجزائري، المنتوجات كلها سانك سانك يعني الزطلة، بمعنى شي حاجه اللي هي نقيه، بمعنى ما يسمى عندنا يعني في الدومين بالطبيصله، الطبيصله يعني داك الشيء. وهما ما كيتحملوش المسؤوليه ديال الهبال والحماق ولا انحطاط الحاله العقليه المزريه اللي وصلوا ليها خوتنا. هاد الشيء هذا اللي وصلوا ليه وجه دابا تشادو صحفيين تصور الناس العاديين كيفاش غيكونوا، ولهذا نحن البزنازه نتبرأ منهم براءه الذئب من دم يوسف. ودابا غادي نعاودوا نشوفوا مره اخرى مشاهدينا الكرام واحد المقطع اللي هضرنا عليه البارح وهضروا عليه بزاف ديال الناس في منصات اكس وفيسبوك واليوتيوب، ولكن الناس راه ما دانيش مزيان، راه خلاني كنحس بواحد الاسى
شوفوا معايا انا هذا السيد هذا اللي انا كنعرفه طبعا وهذا دكتور يا حصرا وكان برلماني مع العداله والتنميه وسبق ليه كومونط ليا حتى في هذه القناه هذه ولكن ماشي في المواضيع الوطنيه والله الا سبق ليه علق ليا ورديت عليه وكنت كنحترمه قبل ما نعرف الايديولوجيه ديالو ولكن ملي وصل من هذا الدل هذا انا ما عرفتش شنو السبب يعني عرفت العقل الاخوانجي والمنهج الاخوانجي بحال اللي كيديروا الاخرى عباده ولي الفقيه وانتم عباده المرشد ولكن كتقول دبر راسو بنادم كلها ولكن ملي وصل بنادم لدرجه الرخص يعني كنهضر على هادشي ديال العدل والاحسان هادشي ديال المنامات والخرافات اللي تغلغلت ليهم في الدم والعقل وبقاو غاديين سارحين حتى يلقاو الله بها نشوفوا هذا المقطع وخشفناه البارح لأنه صراحة دل ما بعده دل اسمع معايا يا ليتني أكون ترابا يمشي فوقه خالد مشعل وإسماعيل هنية ومحمد ضيف ويحفظ ولهذا أنا غادي نقول الله يحشرك معهم هادوك اللي هما عايشين يعني على دماء المسلمين هادوك اللي هما عايشين في هاد القضية مسترزقون هاد اللي ذكرتي كلهم قبح الله وسعيهم شياطين الإنس شياطين في جثمان بشر وتمنيت يمشيوا عليك يركبوا عليك والله العظيم يا ليتك كنت نسيا منسيا وما توصلش لهاد الحالة هادي عرفتي هاد المقطع هذا شحال كيعلقوا عليه الناس مغاربة وغير مغاربة كيقول لك شوف الدل والهوان اللي وصلوا لهادو نسوا الله فنسيهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم وكذلك والله ما قدرت ننسى هذيك ديال الهناوي ولا هاد يعني هاد المساخطه ديال هاد الزبلاويين هادو اللي هما يعني هكا يقصدون في بلد المغرب والله الا ينشرون خيانه الوطن ما قدرتش ننسى انا فاش قال نساؤكم كيدير فيهم كوفرين كذا وكذا وكذا سمعوا المقطع والله الشهداء لما مشى كوفرين مغتصب نسائكم مغتصب نسائكم وما قدرتش ننسى ما قدرتش ننسى من اللي قال صحراؤكم عاود معايا المقطع صحراؤكم وسمحوا لي هذا الصدار ما غنقدرش نوقفوا لهذا غادي ننهي قريبا يصبروا معايا جوج دقائق ولعلمكم الصحراء مقطعه كانت الصحراء مقطعه في المنصه في الخلفيه المنصه صحراؤكم يا سدنة التطبيع يا العمداء سمعتوا الخنزاويين الخوانجيه هادو اللي هما كيبيعوا ويشريوا بقضايا الامه هادو اللي ما عندهمش غرام ديال الولاء لهذا الوطن هاد الصداع مشاهدينا الكرام ما عندي ما ندير ليه لان الله بدا واحد العرس دابا في الحومه ولا خطوبه ولا الله اعلم ولهذا اختم واقول لا خوف على وطن اول جنوده ملك اللهم ابق مولانا صاحب الجلاله والمهابه محمد السادس ادام الله عزه وخلد بالصالحات ذكره ملاذا وفخرا لهذه الامه انك سميع مجيب واخر شيء مشاهدينا الكرام يا ربي جيب الشتاء يا ربي ارحمنا يا ربي غيثنا يا رب يا رب العالمين لأنها مهمة وضرورية وخاصنا وطلب الله تعالى أن يرحمنا برحمته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله هذا سواد باقي ما قطعت باقي ما قطعت السيلي قطعت صابين على الشيطان شو باقي ما قطعت أنا تخشعت